فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة، وهذا صواب. فلا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكثرة بمكان، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، بثثت أحدهما، وأما الآخر فلو بثثته لانقطع هذا الحلقوم. قيل في تفسير معنى قوله لانقطع هذا الحلقوم أي من كثرته. وقد جاء في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس لا ينزل من منبره إلا للصلاة، فما ترك شيئا إلا وتحدث عنه. قال أبو ذر: حتى الطائرة في السماء تكلم عنه صلى الله عليه وسلم. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح: فكان أعلمنا أحفظنا. فكلما كان المرء حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أعلم ولا شك. فالمقصود من هذا أن الإحاطة بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محال، لذلك لم تقل لأحد من الأمة أن يحيط بكل الحديث. إلى زماننا هذا فكثير من الأحاديث كان بعض أهل العلم يخفى عليه إسنادها ولم يطلع على الطريق الذي تصل لنا به. ثم لما طبعت هذه الأصول الكبار من المسانيد التي كان أشياخنا وأشياخ أشياخنا بل ربما قرنان أو ثلاثة أو أربعة قبلنا لم يطلعوا عليها، وجدت أسانيد هذه الكتب.